السلام عليكم. ان شاء الله الوصفه ديالنا غادي تكون عصير اللي هو تيكون منعش بزاف وسهل التحضير، ما كياخذش الوقت كثير. العصير ديالنا المقادير ديالو بسيطه، غادي نخليكم مع الفيديو. غادي نحتاجو في المقادير، عندي هنا الشهديه وممكن تستعملوا حتى الخوخ، عندي 6 ديال الحبات صغار، عندي كذلك نصف لتر ديال الحليب وجوج ياغورت طبيعي بالسكر، ممكن ديرو بلا سكر، وعندي كذلك العسل، هو باش غادي ندير باش غادي نحلي هاد العصير. العسل كيبقى على حسب الضوء. غادي نقطع الشهديه طراف صغار بالقشره ديالها، غادي نحيدو لها غير القلب. غادي نضيف ليه الياغورت، هاد الياغورت كل واحد فيه 80 غرام، يعني 160 غرام فيهم جوج. غادي نزيد عليه نصف لتر ديال الحليب، والعسل على حسب الضوء. دابا غادي نطحنو في الخلاط الكهربائي. هذا هو العصير ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه ويعجبكم، وبصحه وراحه. وما تنسوش تشتركوا في قناه طبخ ليلى باش يوصلكم دائما الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.